مشروع تخمو هو مشروع تعاون بين بلدية القروان والمهدية وسط خزبوق في فرنسا. الهدف تاعه هو أن نشجع الناس على التبسكير وعلى المشي ونقللوا مقال من الكراه من التلوث من البوي. وفي الإطار المشروع هذا باش نعملوا إن شاء الله خرجة بالبساكل. هو كان جماعة هنا من البساكل 37 دراج بروفيسيونال باش يخرجوا من القروان للمهدية إن شاء الله باش يعملوا أكثر من 100 كيلومتر باش يثمنوا هذيك لا ديمونسيون سبورتيف ولا ديمونسيون توريستيك نتاع البساكل. دونك هو من عدة ولايات معنا، من تونس، معنا من سوسة، من قروان، صفاقس، المهدية، وحول الله باش يوصلوا هما إن شاء الله غدوة في المهدية اللي فيها أيضا تظاهرة أخرى اللي يقولها يوم بدون سيارات. يوم تحسيسي ثاني يكون في المهدية باش يسكروا جزء من الكورنيش ويعملوا فيه برشا ديزانيماسيون وبرشا احتفالات ويستقبلوا إن شاء الله الدراجين اللي يمشيو من هنا غدوة الصباح. شو الميساج تبغوا توصلوا عليه؟ هو أن نشجعوا الناس أكثر في التنقلات اليومية على البساكل وعلى المشي باش ينقصوا كما نقولوا من الكراه من الأمبوتياج. ومليحة يعني على فوال الفرد بالنسبة للصحة، رفو مليحة للأنفيرونمون. دونك هذه الحاجة اللي نحن نحاول نشجعوها على فوال مع الناس ونخدموا ثاني مع البلديات باش هما ثاني يحاولوا يوفروا كما نقولوا الوسائل ويحاولوا يوفروا الشروط باش الناس تنجم تبسكي في تونس. حاجة من المشروع مثلا نحاولوا حنايا نعملوها وأنه نديروا دي بيست سيكلابل، مش حاجة سهلة يعني اون جينيرال. دونك من بين مكونات المشروع نحاولوا نشوفوا كيفاش نجموا نعملوها كسوا دي بيست سيكلابل دي بون سيكلابل، وإلا ممكن نبداو كخطوة أولى بالتحسيس يعني مثلا نقلوا في السرعة، ننبهوا للناس، نعملوا كما نقولوا كوميونيكاسيون، نعملوا هكذا لافتات باش الناس كما نقولوا تتوله لأنه موجود البسكليت في الطريق. مشروع التظاهر هذه هو التعريف بالدرجة أكثر في صيغتها وإحداثها الفرع اللي هو تابع للجامعة التونسية للدراجات، الدراجة السياحية تعبر بين المدن الداخلية بين الولايات وإن شاء الله علاش لا بين الأقطار العربية اللي دور في تونس كما نقولوا، تجم توصل حتى في دورتها دورة عربية دورة شاملة. دونك جمعية أوترمو هذه بشراكة مع جمعية صفاقس للدراجات الأحداث نتاعها هو الفعلي كونه تقوم أكثر مسالك للدراجة باش اللي يركب الدراجة كسوا في منطقة داخلية ولا منطقة ولا كولاية تكون له معناها فما سهولة في استعمال الطريق. والحاجة اللي أهم من هذه الكل كونه لمت سبع ولايات من مختلف ولايات الجمهورية كما نقولوا القروان، مهدية، قصري، سوسة، صفاقس، ونأمل إن شاء الله تلم أكثر ولايات أخرى. وهو الكل استعمال أكثر عدد ممكن من المواطنين التوانسة للدراجة ووصول للمهدية في احتفالات يوم دراجة اللي هو يوم بدون سيارة دليل على إتمام المشروع هذا اللي قام به الجمعيتين هذو. استدعينا جمعيات من جميع المدن باش عن طريق أوترومو باش نشجعوا على الدراجة، لأن الدراجة معناها تحافظ على التلوث معناها وما تضرش بالبيئة، وهذا اللي قاعد يصير في العالم مجمع. وين تفتقد المسالك نتاع الدراجة؟ يعني الدراجة ما يستعرفوش بها. داير أنا عملناه وتعرضت الحادث معناها مرور معناها من طرف سيارة كبيرة ضربتني، قعدت دموا معناها ما نتحرك. فبالضبط إن شاء الله نطلب من المسؤولين وكل ما يحب البسكليت أنه يلتفت إلى مدينة القيروان كمدينة عريقة ومدينة كبيرة باش يعني يعملون مسالك للدراجة، الدراجة الهوائية اللي هي وسيلة تنقل ومن طعم مفيدة للبشر وللبني آدم والإنسان وما تضرش بالطبيعة. الحدث هذا الحدث بتاع البسكليتات اللي مشكورين منظميه، وقلنا لما لا بما أنهم جايين من بلايس أخرى بخلاف القروان، من سوسة، من تونس، من المهدية، من صفاقس، قلنا علاش ما نعرفوهمش، استغلنا نعرفوهم بالمعالم الأثرية في القروان وبالمدينة العتيقة واللي تزخر به، اللي مش نلقاو كان المعالم كهو، مش نلقاو مش ندخلوا للسوق، مش ندخلوا مش تقريبا مش نحاولوا في هالعشوية نعرفوهم على القيروان وأهالي القيروان وما تزخر به القيروان. صوره
بيان سلام.